بتحلم ان انا ممكن اشهولك. انت بتحلم ان رئيس سيسي، رئيس سيسي تبعي، رئيس سيسي اخي يا لا ما يقدرش يعمل اي حد كده. ها ايه راي محمد ولا كوتي الوحش دول راسي؟ وانا جاي لك ما يهمنيش بقى فيها اسريه ولا مشكله اسريه، دي فوق الجميع، دي فوق الكل. بس انا بقول لك انت قاعد حسابك في صفر، سمعت الصفار او قاعد انا سايبك خلصت لك في دبي الاولاني وجبت المول التاني وعمال مستمر. انا يا ابني يا حبيبي، يا اما تكون تبعك وزاك وزاك تبعي، يا اما تكون تبعي وكل الذين لا يملكون اي حاجه ولا الذين لا يملكون ان عملوا عليه اتوا به واذبحوه. اذبحوهم ايه فاهم يعني؟ اذبحوهم اذبحوهم تمام. انت ما تعرفش، مش عايز اقول لكم الشمال، مش عايز يبدا وقعها عند لك اختبارها مش عارف تجيب مع النتيجه. اكياس اكياس عزرائيل، اكياس اكياس عزرائيل، اكياس اكياس عزرائيل، يا ابني الموت علينا حق رصاص طيشة. خلي بالك انت ما تعرف وعلى ممكن اعمل فيك ايه، مش عايز اوريك الوش. لا اكياس بعد تصلحها من المصاري، لا مش معايا دي نجيب لك اكياس عزرائيل. زي ما بقول لك هما يومين ثلاثة حتى شوف يا كده يا كده، مشيت عنك صحابك، مشيت عنك في اللي انت بتحبه. انا الحق لخصوا في تكريس حقوق الدين على حقوق الانسان. الجريمة هذه جريمة اجتماعية تشترك فيها الكنيسة والازهر. اتمنى ان انا اكون انا جاوبت كده على السؤال، لو استاذ احمد يظهر ويديني السؤال الثاني او لو في ريمون يدخل. الحرية لمن يستحقها؟ الإنسان أن يعبد أو لا يعبد، وده أمر ما يصحش نتدخل فيه إطلاقا. قال لما بقالنا 90 سنة مسلمين ومسيحيين بنلف بننسى الدين غلط. هناك بقى الناس بقى يعني عبس عبس الناس اللي عمالة مش عاجبها الكلام اللي يقوله هو بشيخ يتكلم في الدين. يعني الحرية لمن يستحقها؟ خسارة. أنا مش بلوم والله لو كان دكتور ولا كان بيعمل حاجة زي كده، أنا بس زعلان منك يا ريس إن أنت رفدتني بشوف. وعمل لك صورة بس طبعا زعيم الحس دي السنة وربنا يعمل.
فيه بطاطا. هذا في الجبل هذا في الجبل تمتم تمتم. طبعا دارك تمتم عند عجيل دفعات مواليد 73 و76 وزنك لمدة 3 سنوات. عدد تخصصات هندسة سياحة سينما مصر. مسرح ليه مصر ليه 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 يا ابني هخليك راجل. انا راجل. هبل في الجبل زي ما تقول. هبل في الجبل بالنتايه اشهر بالظبط. عبارة كي بطاطا هبل في الجبل. لكن لاي لاي ازاي بس لاي ازاي نظرك كام؟ مصر انت لو كنت مصر بقى كان يبقى غلك يا فندم. يا فندم نظر ناقص 5. اه صحيح لو كنت ناقص 6 كان يبقى جاي لي. يا فندم نظر ايه؟ ايه يا فندم؟ اتفضل يا فندم. انا اسف جدا يا جماعه واعتذر جدا ان انا جيت هذه الندوه والتي لم يكن لها من الاساس ومن البدايه اي ضرورة في الناس المايه بتاعتي. مصر حرة مصر حرة.